السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر محمود قناوي، والنهاردة شرح ليسون 6 لجريد 4 بعنوان Common ICT Problems and Solutions. درس النهاردة بيتكلم عن المشاكل اللي ممكن تقابلنا وإحنا بنستخدم الكمبيوتر، وكمان نقدر نحل المشاكل دي إزاي. درس النهاردة درس بسيط وسهل، مفهوش معلومات كتيرة، وخلينا نبدأ ونشوف النهاردة الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه. زي ما قلنا قبل كده ان من الـ ICT tools طبعا اللي بنستخدمها الكمبيوتر والتابلت واللابتوب، وكمان عارفين ان الكمبيوتر والتابلت واللابتوب الاختراعات الجميلة دي بتاعت التكنولوجيا بتقدر تساعدنا ان احنا نعمل مهام ونعمل ايه شغل عليها. تمام، زي ايه؟ انا اقدر استخدم الكمبيوتر في ايه؟ قلنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل ريبورت، نكتب ريبورت للمدرسة، ممكن نعمل هومورك. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق استخدام برنامج اسمه مايكروسوفت وورد. يبقى احنا قلنا اني بنستخدم الاي سي تي تولز اللي زي ايه؟ الكمبيوتر والتابلتس واللابتوب، ان احنا نعمل ايه؟ do a lot of tasks. زي ايه؟ ان احنا نكتب school reports ونعمل الهومورك بتاعنا. عن طريق ايه؟ using، عن طريق ايه؟ استخدام برنامج using، عن طريق استخدام برنامج اسمه ايه؟ مايكروسوفت وورد. كمان انا ممكن اعمل ايه؟ search او researching information online، ادور على معلومة معينة عن طريق الايه؟ الانترنت. تمام، كمان ممكن العب ايه؟ العب جيمز. يبقى انا اقدر استخدم الكمبيوتر واقدر استخدم الاجهزة او الاي سي تي تولز ان انا اكتب ريبورت او اعمل الهوم وورك عن طريق برنامج مايكروسوفت وورد، وممكن ادور على معلومات على الانترنت researching information online، وكمان اقدر اعمل ايه؟ playing games. طيب وانا شغال على الكمبيوتر وانا بستخدم الكمبيوتر بتاعي ده ممكن يحصل مشاكل، ممكن يحصل معايا مشكلة وانا شغال على الايه؟ على الكمبيوتر او التابلت. زي ايه؟ زي ان مثلا الجهاز بتاعي يحصل له ايه؟ temporary breakdown or failure. يعني ايه temporary breakdown؟ يعني ايه؟ يقف مؤقتا ما يشتغلش. تمام، يقف ايه؟ مؤقتا ما يشتغلش. temporary، كلمة temporary دي يعني ايه؟ يعني مؤقتا. وبريك داون دي يعني عطل، يحصل له ايه؟ عطل. الكلمة دي بريك داون يعني ايه؟ عطل. فالجهاز يحصل له عطل مؤقت، يعني يبوظ بس مؤقتا، مش يبوظ خالص، يحصل له عطل مؤقت. يبقى however these devices might have a temporary breakdown or failure، ممكن يحصل لها ايه؟ مشكلة مؤقتة. that prevent، prevent دي يعني ايه؟ يمنع. prevents you from a turning them on، بتمنعك ان انت تعرف تشغلها، تعرف تشغل الكمبيوتر بتاعك او الجهاز بتاعك وان انت تستخدمه. تمام، عندي هنا شوية معلومات تعالوا كده نقراها. بيقول لي ان الـ ICT tools are a set of digital tools and devices. يعني ايه؟ يعني الـ tools، ادوات الايه؟ التكنولوجيا دي عبارة عن ايه؟ tools. تمام، و devices ادوات واجهزة. that are used to create, process, manage and communicate information. يعني ايه؟ يعني عن طريق الاي سي تي تولز دي اقدر اعمل ايه؟ process ومانج وايه؟ communicate information. اقدر احلل، اقدر احل وايه؟ واعمل مانج، يعني اعمل اداره او ارتب يعني او ادير الايه؟ الانفورميشنز اللي انا ايه؟ بدور عليها او بتعامل معاها. تمام، التولز دي include يعني ايه؟ بتتضمن. include دي يعني هي عبارة عن ايه؟ hardware devices such as computer وسمارت فونز وتابلت. تمام، يبقى ال ICT tools دي عبارة عن ايه؟ hardware. hardware زي ايه؟ زي الكمبيوتر والسمارت فونز الموبايلات والتابلت، وكمان زي software application and program. تمام، يبقى في منها نوعين الـ ICT tools، نوعين هاردوير زي الكمبيوتر والسمارت فون والتابلت، وسوفت وير
ماشي. زي ايه بقى such as ايه؟ زي ايه؟ الوورد، برنامج الوورد، والسبريد شيتس اللي هو الاكسل فاكرينه، والايميل، وكمان ايه السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هي منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وانستجرام والواتساب والكلام ده. يبقى انا عندي اول حاجه قال لي ايه الاي سي تي تولز، عباره عن ايه؟ عباره عن ادوات رقميه، ديجيتال تولز وديفايسز، اجهزه بتستخدم في ايه؟ في ان انا بعمل بروسيس ومانج للايه؟ للانفورميشن. تمام. الاي سي تي تولز برضو بتتكون من حاجتين، هاردوير ديفايسز وسوفت وير ابلكيشن. يعني في منها هاردوير اجهزه، وفي منها ايه سوفت وير يعني ايه برامج. طيب امثله الهاردوير ديفايسز ايه؟ كمبيوتر وسمارت فونز وتابلت. وامثله السوفت وير ابلكيشن زي ايه؟ الوورد والسبريد شيتس اللي هو الاكسل والايميل وايه السوشيال ميديا بلاتفورم. بعد كده بيقول لي اي سي تي تولز ار امبورتنت، مهمه. الاي سي تي طبعا ايه تولز مهمه، علشان ايه؟ بيكوز زي الاو بيبل تو اكسس اند شير انفورميشن كويكلي، يقدروا ان هم ايه يوصلوا للمعلومات ويعملوا ايه يتبادلوا المعلومات بطريقه ايه سريعه، كويكلي اند افيشنتلي، يعني ايه بطريقه بطريقه فيها ايه كفاءه، اند تو بيرفورم تاسك that would be difficult or impossible to do without them، وإن هم يعملوا إيه شغلهم اللي هو بإيه بيبقى صعب ومستحيل من غير الإيه الأدوات اللي بتساعدهم دي. تمام كده. يبقى إحنا كده عرفنا إيه هي الـ ICT tools وبتتكون من إيه وبتساعدنا في إيه. بعد كده هنا بقى بيديني شوية كده معلومات، تمام، عن الإيه عن المشاكل اللي ممكن تقابلني وحلها ازاي. المشاكل اللي ممكن تقابلني وحلها ازاي. اول مشكلة النهاردة معايا بيقول لي ايه ان اب وونت اوبن، يعني ايه؟ انا بروح افتح ابلكيشن معين او برنامج معين على الكمبيوتر، ادوس عليه دبل كليك كده ما بيرضاش يفتح. طيب ساعتها بقى انا اعمل ايه لو البرنامج ده مش راضي يفتح معايا؟ اول حاجة هعملها ريستارت يور كمبيوتر، تعمل ريستارت للكمبيوتر على طول. طيب لو المشكلة دي ما اتحلتش، if the problem is not solved، لو المشكلة ما اتحلتش اعمل ايه؟ هتشيك، اعمل تشيك يعني اتأكد، تمام، ان السوفت وير ده معمول له ايه update، تشيك سوفت وير update، يعني البرنامج ايه متحدث اخر اصدار منه. في برامج لو مش معمول لها تحديث، لو مش معمول لها update، او مش معمول لها لو هي مش updated، تمام، او مش up to date، كل دي مصطلحات معناها ايه؟ ان انا اعمل ابديت للسوفت وير بتاعي ما بيشتغلش. يبقى اعمل ايه؟ تشيك سوفت وير ابديت. طب لو المشكله ما اتحلتش برضو، if the problem is not solved اعمل ايه؟ uninstall and reinstall the app. يعني ايه uninstall و reinstall the app؟ يعني امسح البرنامج من على الكمبيوتر وانزله تاني. امسح uninstall يعني امسح البرنامج من على الكمبيوتر and reinstall يعني ايه اعمل له انزله تاني على الايه على الكمبيوتر. طب لو المشكله برضو ما اتحلتش، if the problem is not solved اعمل ايه؟ قال لك ask your teacher or a family for help، اسال ايه المدرس بتاعك او اسال حد من اسرتك علشان يساعدك في حل المشكله دي. دي كده اول مشكله معايا لو في برنامج على الكمبيوتر مش راضي يشتغل. تمام. طيب المشكلة التانية معايا قال لي ايه the mouse cursor، يعني ايه mouse cursor؟ اللي هو الايه المؤشر بتاع الماوس ده isn't working، مش شغال. يعني تيجي تحرك الماوس كده المؤشر ده كده مش شغال، تمام، المؤشر مش شغال. اعمل ايه؟ قال لك make sure يعني اتأكد that you connected the mouse cable to the correct place in the motherboard. يعني ايه؟ يعني اتأكد ان انت موصل، اتأكد ان انت موصل الماوس في مكانها الصح فين؟ في المذر بورد، في الكيسة. مش الماوس بيبقى ليها سلك كده وليها كابل، الكابل ده اتأكد ان هو محطوط في المكان الايه الصح. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ريستارت يور بي سي، يعني بعد ما اتأكد ان انا موصل الماوس بتاعي صح اعمل ريستارت للبي سي، يعني البيرسونال كمبيوتر اللي هو الايه الكمبيوتر بتاعي. طيب if the problem is not solved، لو المشكلة بقى ما اتحلتش اعمل ايه؟ قال لك ريبليس، ريبليس يعني بدل،
replace the mouse with a new one، يعني ايه؟ هات ماوس تاني جديد وجرب ان انت توصله وشوف ايه اللي هيحصل. طيب if the problem is not solved، لو المشكلة ما اتحلتش، قال لك برضو ask your teacher or family for help، هتسأل المدرس بتاعك او تسأل حد من ايه من اسرتك علشان يساعدك في حل المشكلة. طيب المشكلة التالتة معايا النهاردة، بيقول لي the keyboard isn't typing، يعني بتيجي تكتب على الكيبورد كده تلاقيه برضو ايه مش شغال، الكيبورد برضو مش شغال. اعمل ايه ساعتها؟ قال لك make sure، اتأكد that you connected the keyboard cable to the correct place on او to the motherboard، اتأكد برضو ان انت موصل الكيبورد، الكابل بتاع الكيبورد، اتأكد ان انت موصله ايه في مكانه المظبوط. بعد كده اعمل ايه؟ restart your computer او restart your PC. طيب لو المشكلة يا مستر ما اتحلتش، if the problem is not solved، اعمل ايه؟ replace the keyboard with a new one، replace the keyboard with a new one، هتجيب كيبورد تانية وتوصلها وتشوف ايه اللي هيحصل. طيب لو المشكلة برضو ما اتحلتش، if the problem is not solved، اعمل ايه؟ ask your teacher or family for help. طيب معايا مشكلة تانية دلوقتي، بيقول لي your screen freezes، يعني ايه؟ يعني الجهاز بتاعك مهنج تقيل، تيجي تتحرك كده تلاقي الشاشة ايه فريز، ما تتحركش، مفيش اي حاجة بتتحرك، يبقى ايه الجهاز بتاعك كده ايه مهنج. قال لك ايه؟ press، يعني اضغط، and hold، واستمر في ايه، دوس على ايه control Alt Delete، دول 3 زراير عندك في الكيبورد، هتلاقي في زرار اسمه كنترول لا سي تي ار ال، دي اختصار كنترول، هتلاقيه في الكيبورد، وانت داس على كنترول دوس على Alt، ده برضو زرار في الكيبورد، هتدوس على كنترول و Alt زائد ايه Delete، دوس على ال3 زراير دول مع بعض، كنترول Alt Delete مع بعضيهم في الكيبورد، هيظهر لك ايه، هيقول لك ايه دول مع بعض، عشان ايه يحصل ان الشاشة بتاعتك ترجع تشتغل. طيب لو ما اشتغلتش عامل ايه؟ ريستارت يور كمبيوتر، اعمل ريستارت للكمبيوتر، ريستارت يعني اعادة تشغيل، ايه في الكمبيوتر وافتحه تاني. طيب لو المشكلة ما اتحلتش اعمل ايه؟ اسك يور تيتشر اور فاميلي فور هيلب. نقول كمان لو عندك السكرين حصل لها ايه فريز، يعني الجهاز مهنج، هدوس على الكيبورد عند 3 زراير اسمهم ايه كنترول الت ديليت، دول 3 زراير في الكيبورد، هجرب دلوقتي هدوسهم مع بعض كده اهم، كنترول الت ديليت، بفتح حاجة اسمها ايه تاسك مانجر، وبقفل البرامج اللي انا ايه مش عايزها. تمام، ده اللي هو قصده بيه. طيب اخر مشكلة معايا النهاردة، بيقول لي ايه يو كانت فايند ا فايل، يعني ايه يو كانت فايند ا فايل؟ انا دخلت على النت وعملت داونلود، تمام، لايه لفايل معين، عملت داونلود لحاجة من على النت، بس أنا مش لاقيها، أنا مش لاقي الفايل اللي أنا إيه نزلته ده. بيقول لي إيه تشيك يور داونلود فولدر، دور على، روح إيه الداونلود فولدر، فين الداونلود فولدر ده يا مستر؟ أنا لو فتحت ماي كمبيوتر أو زيس بي سي هلاقي في حاجة اسمها هنا إيه داونلود فولدر أهو، لو دوست على الداونلود فولدر ده هلاقي كل الإيه كل الفايلات أو الملفات اللي أنا نزلتها من على الإنترنت موجودة هنا في الداونلود فولدر. تمام، if you are looking for a Microsoft Word، لو انت منزل من على النت، تمام، الفايل ده مايكروسوفت وورد، ملف وورد، يبقى هتلاقيه فين؟ في الدوكيمنت فولدر. فين الدوكيمنت فولدر ده؟ لو فتحت ماي بي سي برضو او ماي كمبيوتر هلاقي هنا في حاجة اسمها ايه دوكيمنت، تحت الداونلود هتلاقيه دوكيمنتس. تمام، دي ايه الفايلات اللي انا ايه نزلتها، وهي تعتبر ايه ملفات وورد. برضو بيقول لي لو انت بتدور على صورة، لو انت كنت عامل داونلود لصورة هتلاقيها فين؟ في البيكتشر فولدر. تعالوا نشوف كده اهو، زيس بي سي هلاقي عندي ايه بيكتشرز، في فولدر اسمه بيكتشرز، يبقى انا لو عملت داونلود لفايل معين هينزل فين؟ في الداونلودز. لو انا بدور على، لو اللي انا نزلته ده دوكيمنت وورد، ملف وورد، هلاقيه فين؟ في دوكيمنتس، دوكيمنتس فولدر. طيب لو انا نزلت صوره مش لاقيها هدور عليها فين؟ في البيكتشرز فولدر.
او ممكن بيقول لي ايه تراي دوينج سيرش يوزنج سيرش بوكس نيكست تو ستارت بوتون، جنب ايه علامة الستارت كده في الكمبيوتر بتاعك هتلاقي فيه ايه، هتلاقي فيه بوكس كده مكتوب فيه ايه تايب هير تو سيرش، فهندوس عليه ونسيرش على الفايل بتاعنا اللي احنا عايزينه. طيب if the problem is not solved، لو المشكلة دي برضو ما اتحلتش اعمل ايه؟ قال لك ask your teacher or family for help. تمام، يبقى دي كده المشاكل اللي ممكن تكون معانا ونحلها ازاي واحنا بنستخدم الكمبيوتر. وبكده بنكون خلصنا النهاردة ليسون 6. هو ليسون بسيط جدا وسهل وصغير، أتمنى تكون المعلومة تكون واضحة النهاردة ويكون الدرس قدرنا نفهمه. وبكده بنكون خلصنا النهاردة شرح الدرس بتاعنا. انتظروني في حل الأسئلة والإكسرسايزز بتاعة ليسون 6. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.